احنا في موسم المصايف وفي موسم السفر، والناس لما بتسافر تقضي وقت لطيف على البحر بيكون في سلوكيات لازم الاطفال تتعود عليها عشان نقدر نحافظ على نظافة المكان اللي احنا موجودين فيه، وكمان السلوكيات بتكون مرتبطة بالاقامة في الفنادق. الكلام ده حقيقة منا، والسلوكيات دي بتبدا مع قبل السفر. كلنا طبعا خلاص كل سنة وحضراتكم طيبين مع ابواب الصيف بقى والمصايف، وكل عيلة بتجهز الايام اللي هتسافر فيها تصيف. ايه اللي بيحصل بقى؟ ازاي بنجهز نفسنا واحنا رايحين المصيف؟ دي اسئله هنسالها النهارده مع ضيفتنا دكتور دعاء بيرو، خبيره الاتيكيت والسلوك، اللي منورانا في صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيكم وصباح الخير عليكم، وانا سعيده اني معاكم النهارده في برنامج صباح الخير يا مصر. نبدا معاكي بشنطه السفر، الشنطه اللي انا بجهزها ليا ولاولادي قبل ما نسافر، ازاي بقى اجهزها بشكل مظبوط وما يحصلش بقى لخبطه وكل واحد يتخانق احط حاجتي فين واعمل ايه؟ الشنطة السفر قبل المصيف بتتظبط ازاي؟ مصيف يعني كل حاجة فيه منظمة. لو أنا بدأت من بداية من تحضير الشنطة بطريقة صح، هضمن إني هوفر وقت وحاجات كتير قوي لما أروح هناك في الشاليه أو الفندق أو واتيفر المكان اللي أنا رايحة فيه. ليه المصيف لازم كل حاجة تبقى فيه منظمة؟ أصلا بداية الكلام ليه؟ مش عايزة نظام خالص. الإتيكيت، احنا بنتكلم اتيكيت المصيف. اتيكيت يعني ما ازعجش حد، ما اضايقش حد، ما اجرحش حد، اتعاون مع الناس. فاحنا لو كلنا بنعمل الحاجات دي كلها، فبالتالي احنا نقضي وقت لطيف، ما حدش هيضايق حد، ما حدش هيزعج حد. يبقى اكيد بدايه من اتيكيت تحضير الشنطه انا بجمع اولادي. إيه اتيكيت تحضير الشنطه بالظبط؟ اولادي ما ينفعش ان انا الام انها تكون بتحضر كل الشنط، شنطتها وشنطه جوزها وشنطه اولادها. لازم اعود اولادي من هم صغيرين ان هم يعتمدوا على نفسهم، بمعنى اني اكون مشرف بس، واخلي كده في كراسه او نوت او وات ايفر ايه فيها الحاجات اللي احنا محتاجينها. كل واحد يحضر شنطته، اللبس بتاعه، الحاجات بتاعته، مثلا هقضي يبقى عارفه المده قد ايه، 5 ايام 6 ايام 4 ايام، يكونوا حاطين فيها الهدوم بتاعتهم، حاطين فيها كل الحاجات اللي محتاجينها. بعد كده بيبقى فيه طبعا كل واحد بيحضر شنطته، في بعد كده شنطه تانية بيبقى فيها بقى الحاجات المهمه زي الصن بلوك، زي الخيط، زي مثلا الكريمات، زي الشامبو، زي البلسم، زي المطهرات، الحاجات اللي احنا هنحتاجها خلال الفتره دي. في بقى شنطه ثالثه، دي بتبقى فيها بقى الباور بانك، فيها الموبايلات بتاعتنا، فيها مثلا فيها الشاحن، فيها مثلا البطاقه، فيها المحفظه بتاعتنا، فيها حاجات يعني كل حاجه ببقى منظمها، وبنبقى قاعدين قاعده قبل تحضير الشنطه عشان بشيك بقى في الاخر كده مع اولادي على الحاجات اللي هي ناقصاهم عشان انا اشرف عليها بعد كده. انا متخيله ان انا لو سبت اولادي يحضروا الشنطه، ولا بنتي سبت لها الشنطه ورحنا الشنطه لقينا مايو وسليبر وبتاعه البابلز مثلا، وهو ده اللي المفروض نقضي بيه السفريه كلها. هقول بقى حضرتك على حاجه، احنا طبعا لازم من الاتيكيت ان احنا ما نحضرش شنطه ليلتها او قبلها بيومين، لازم قبلها فتره كبيره قوي اكون وبوريهم انا بعمل ايه. يعني انا دايما بقول لاب والام قدوه لاولادهم، بوريهم انا بعمل ايه، بحضر ايه، بيبقى فيه المايوهات، فيه البرانس، فيه البشاكير، كل اللي موجود، وبنحط الاطفال لو قدرنا نحطهم في الشنطه ما بنتاخرش عشان يبقى الطريق بسيط. احنا بنختار طبعا شنط، يعني برده في دي مشكله على فكره الشنطه دي، لان ناس كتير قوي بتبقى واخد شنط كتير قوي وفي حاجات ما بتستخدمهاش. فالمفروض ان احنا من الاتيكيت ان احنا بنختار شنطه كبيره شويه من خامه كويسه عشان تستحمل الحاجه بتاعتنا. زي ما قلت لحضرتك انا بوري اولادي انا بعمل ايه، وهم في سن كبير شويه، يعني اكيد مش سن 3 سنين و4 سنين، لكن من اول 6 سنين بوريهم هم بيعملوا ايه. وعشان الشنطه تاخد حاجات كتير بلف الحاجه رول عشان تاخد حاجات كتير قوي، وبخلي بالي ان الحاجات بقى اللي هي سايله زي الشامبو او شاور جيل لوحدها بس، ده لو انا في شاليهات او في اماكن ما فيهاش شاور جيل، لان الفنادق والمنتجعات غالبا بتوفر الحاجات دي. صحيح. ف يعني يستحسن ان انا اخدها معايا لو مش هتكون موجوده. جميل. طب دلوقتي انا حضرت الشنطه وخلاص بقى هسافر، هسافر مع مين؟ لو انا مسافر مع قرايبي ومعارفي واهلي، في اتيكيت معين في التعامل معاهم؟ او انا مسافر مثلا مع اصدقاء بيبقى الاتيكيت مختلف، يعني ازاي اتعامل مع الصحبه اللي هتكون معايا في السفر؟ جميل قوي اتيكيت اختيار الصحبه في السفر. بيقولوا دايما الرفيق قبل الطريق. يعني دايما اكون اشوف مين اللي ينفع يصيف معايا، ما ينفعش ان انا اي حد يصيف معايا حتى يا جماعه، لان عاده في الطباع بتختلف. صحيح. حتى لو اسره واحده، يعني حتى لو اخين مثلا ما ينفعش، ممكن يكون هم طباعهم مختلفه. في مثلا ناس بتحب استاذ محمد تقعد على البيتش طول النهار وتقعد في الشاليه بس،
في اسر تانية تحب تروح حفلات، تحب تروح تبقى يعني دايما كل حد ليه طريقه معينه. في ناس بتحب تصحى بدري، في ناس فانا لازم اكون شايفه الناس اللي من قرايبي ان هم يكون طبعهم زي طباعي، ولو اصدقاء ليا لازم يكون في مستوى فكري متوازن اجتماعي مادي. فعش انا يعني اسره ببادجت معينه بتصيف مصاريف معينه تصيف مع اسره متوسطه، ده ما يعيبش حد، ولكن لازم يكون في توافق في توافق وفي اتفاق وفي ميول وفي يعني زي ما تقول كده في كيمياء، في كيمستري ما بينهم عشان يقدروا ان هم يتواصلوا ويتكلموا. لازم تكون كل حاجه متحدده من قبلها. يعني ماذا لو ماذا لو إيه؟ البادجتس المختلفة أو الفلوس المحطوطة للأسر المختلفة اتجمعوا مع بعض، الناس ميسورة أكتر من ناس، نتعامل إزاي بحيث إن إحنا نبقى مبسوطين في أجازتنا وفي نفس الوقت ما نضايقش اللي حوالينا وفي نفس الوقت ما نجرحش اللي حوالينا؟ لو لا بصي أنا حتى لو في ناس مصرة يعني بتحب ناس معينة والبادجت أو زي ما نقول الليفل مختلف، وإحنا هنعمل قعدة، القعده دي فيها الصراحه. يعني انا دايما اقول الصراحه ان احنا بنقول كل حاجه بصراحه، بنتفق المصيف تكلفته كذا، طب يا جماعه احنا هنقدر ندفع كذا لكن مش هنقدر ندفع كذا، فالاسره الثانيه لو هتتكفل بالموضوع والثانيه موافقه فما فيش مشكله. يعني احنا لو حاطين خطه من الاول احنا قايلين يا جماعه احنا مقدرتنا كذا، ان احنا هنعمل كذا ومصاريفنا كذا، وان مثلا علينا بادجت الاكل بس، احنا مش هنقدر على الخروج، احنا هنعمل مثلا او مثلا هقول لك حاجه برده حلوه قوي، الاساسيات البالكس بتبقى مدفوعه. احنا اللي بيعمل لنا اللخبطه للناس كلها الخروجات، النسريات بقى اللي هي كاميرا العيال هتعمل ايه وده تلعب ايه وتشتري ايه، وهي الحاجات بصي هقول لك على حاجه، ما هو لو مثلا انا مثلا لو عندي اولادي وعايزين يشتروا حاجات او مو طبيعي ان هم هيلجؤوا لي، انا مش انا برضو لازم اكون قاعده مع اولادي قبلها بفهمهم ان احنا دلوقتي قاعدين مع بعض في فيلا مشتركه او شاليه مشترك او حاجه مشتركه، ما ينفعش ان احنا مختلفين عن الاسره دي شويه، ما ينفعش ان احنا نطلب حاجات فوق ميزانيتنا. يعني انا اكون صريحه مع اولادي، ولو مثلا اولادي مثلا عايزين حاجه معينه اقول لهم ما ينفعش ان انتوا تروحوا للاسره الثانيه ان انتوا تطلبوها، تطلبوها مني انا. يعني احنا وبنبقى برضو متفقين معاهم ان احنا ما ينفعش كل غرفه لكل اسره بتبقى زي ملكيه خاصه، ما ينفعش ان انا اتجاوز حدودي طبعا. حتى لو العشاء ساعات بياخدنا قوي ان احنا بنبقى واخدين على بعض قوي، تقول استئذان في كل ده من اداب الحياه، ازاي استاذن قبل ما اخش عند اي حد بالظبط. يعني لازم اكون معرفهم ان انا لازم قبل ما اخبط قبل ما اخش اي اوضه لازم استاذن، وان كل اوضه دي كل اوضه لكل واحد ممتلكاته الخاصه، وان حتى الست لما بترتب الاوضه ما ينفعش ان الست ترتب اوضه حد تاني، لا كل واحده كل ربه اسره بتظبط الاوضه بتاعتها، وبنتفق بعد كده ان الاتيكيت يعني تعاون، يعني مش انانيه، يعني احنا كلنا بنتعاون، ما ينفعش ان واحده من الستات هي اللي تعمل اكل او هي اللي تظبط كل حاجه، لان الستات كلهم يشتركوا في التنظيف ويشتركوا في التنظيف الشاليه، ولازم يبقى في سلوكيات متحضره بينهم. تمام، حضرت الشنطه واخترت الصحبه وسافرت، ماذا لو زي ما بتقول من ماذا لو تعاملت الاتيكيت مع حد وهو ما تعاملش معايا باتيكيت؟ يعني انا داخل الفندق او ولا في المكان، في على الشاطئ، في الشاليه مثلا، بتعامل باتيكيت والمقابل ما لقيتش نفس المعامله، اتصرف ازاي؟ انا دايما بقول ان المفروض دايما اني لو لقيت انا ببدا بالحسنى وبعامل باسلوب راقي عشان يكون رد الفعل راقي، ولكن لو شخص اتعامل باسلوب دون المستوى ما ينزلنيش يا استاذ محمد، انا اللي ارفع بيه، يعني انا افضل محترم جدا. ولو الموضوع كبر برجع للشخص المسؤول، شخص في مشكله حصلت على الشاطئ، في مشكله حصلت في الغرف، او في مشكله حصلت whatever ايه، او يعني دايما بقول ان انا بتكلم معاه بطلب الحاجه بادب مره واثنين وثلاثه حتى كمان باسلوب مرن، لو الشيء ده ما اتعمليش انا برجع للشخص المسؤول وبالتدرج. فاش مثلا لو انا عندي مشكله مع حد في غرفه او حاجه زي كده فاش انا اروح لمدير الفندق مره واحده، لا انا بروح لموظف الاستقبال الاول، ما عملش برجع للشخص المسؤول. فانا دايما وفي حاجه برضو كمان بالنسبه برضو بشوفها في المنتجعات والفنادق، ان لما طفل بيعمل حاجه ان بيبدا الاب والام يقعدوا ينهروه ويزعقوا له ويعملوا مشكله، لا احنا بسرعه لطافه وبخفه كده بنتدرج الموقف. مثلا لو عمل حاجه مع اسره تانية احنا بنعتذر وبناخد ابننا، ما نقعدش بقى نزعق له قدام الاسره دي او نقعد نعمل مشكله، لا بنتعامل بطريقه لائقه، ناخده بعد كده نفهمه ان انت كان التصرف بتاعك غلط،
الموضوع ما يكبرش عن كده، بمعنى ان انا ما هنش ابني برضو قدام الناس، وفي نفس الوقت لازم افهمه غلطه عشان ما يكررش تاني. جميل. يعني اكيد ناس كتير بتبقى بتستغل فكره ان مش عليهم هم مسؤوليه التنظيف مثلا، مش عليهم مسؤوليه تجهيز الاكل لو هم في اوتيل، وبيستغلوا الفرصه دي انهم يخلوا يعلموا اولادهم الاعتماد على النفس. فبنلاقي الاطفال يا اما بتاخدش حاجه خالص في الاطباق، يا اما بتحط حاجات مليانه جدا في الاطباق، وما بنبقاش عارفين نتعامل. الاكل اوريدي خلاص اتغرف، ازاي بقى يتم التعامل معاه مع من الاطفال الصغيره اللي احنا بنعلمهم يعتمدوا على نفسهم، لان مرحله ما لازم يتعلموا انهم يعتمدوا على نفسهم. طبعا انا دايما بقول ان عمر مولادنا هيقلدونا بالكلام بالقدوه. انا لو داخل الروم او الريستورانت اللي فيه المكان ده لازم اكون محترم جدا، ومع كل الناس اللي في الفندق، يعني اكون مبتسمه من بدايه من موظف الاستقبال، الشخص اللي بيشيل الشنط، اكون أنا رحيمه، رايحه اقضي اجازه حلوه، اتبسط، مش لازم الرحمه مع كل الناس. مش معنى ان هم دول يعني دول هيعملوا لي خدمه فانا اتعامل بتعالي، لا، انا بتعامل بمنتهى الذوق وبطلب بمنتهى الشياكه، واكيد هيكون رد الفعل لطيف، لان اكيد الشخص المسؤول ده هو عايز الناس تيجي تاني، وعايز في توافد على المكان بتاعه. فانا بدايه ان انا هقول لابني او بنتي ان احنا لازم اول نلتزم بمواعيد الفندق. يعني لو الفطار من 7 ل 10 ما ينفعش يا جماعه ان انا اروح 10 ربع واخش واقول لهم والله بقى انا كده جاي متاخر فاخد وقتي براحتي، كلنا لا طبعا بنغلط غلطه، لا طبعا اكيد ما ينفعش. ان انا لازم التزم بالوقت، اكون في الوقت المحدد، فاعلم ابني الانضباط في الوقت. واحنا داخلين ما ينفعش ان انا اكون لابس ملابس البحر، نو كل لابس الملابس المناسبه، لان في ناس تلبس ممكن المايو رايحه بقى بعد الفطار على البيتش فتروح لابسه المايو، لا طبعا احنا داخلين الوقت الفطار ده لازم يكون الملابس المناسبه. بعد كده بنبدا نقلع ملابسنا عشان نروح البيتش. بقول له اللبس يكون مناسب، بقول له ان صوتك ما يكونش عالي، لان احنا عندنا معانا ناس تانيين، فما يبقاش في ازعاج، الناس جايه تستجم وتعمل ريفريش لنفسها، فما ينفعش ان انت تبقى صوتك عالي. واحنا داخلين ما ينفعش برضو ان احنا نعمل مكالمات واقول له يلعب على السوشيال ميديا ويبقى مع الموبايل، لا ممنوع، احنا داخلين ناكل وهنمشي. بعلمه ان هو داخل يبقى في الطابور انتظار، ما ينفعش ان انا ادفع حد او ازق حد، عشان ان احنا كل بتقعد على بتقف على كل طبق بتاخد اللي انت عايزه. اعلمه ان الطبق بتاعه يكون شكله كويس، احنا بنشوف مهازف الامم فيه والله بجد، بنشوف مهازف هرم على اشكال غريبه جدا، ببقى فاهمه ان الاكل موجود مش هيخلص، ياكل اللي يقدر عليه. بالظبط، احنا بنعمل طبق للحوادق والحاجات، وبعد كده في طبق الحلويات. واحده واحده اكيد لما الطفل من هو صغير بيشوف حاجه زي كده هيتعود عليها تلقائي، وفعلا بتبقى نتيجه رائعه. اكيد. كل الشكر ليكي دكتوره دعاء بيرو، خبيره الاتيكات والسلوك، نورتينا، اهلا وسهلا بيكي. ميرسي جدا، نورتينا دكتور دعاء.